يا هاد اللعيبات ما خصهمش يكونوا، لان هاد البلاصه حساسه وفيها لي توريست، وما نبغيوش حنا شي سائح الله يستر تجي فيه شي حجره كيما كانت غتجي فيا انا لهي، وكان البرد وكاينين الشهود. اقسم بالله الا واحد الحجره كان البرد ديك الساعه في الدار البيضاء وطاحت من لهي بقات، والنيت راه داروا عليها المباشر بان كانت غادي تضربني، وخص زعما هاد الشيء هذا ما يبقاش، لان دابا راه السياح تيجيو هاد البلاصه وما نبغيوش حنا شي سائح اجنبي يتقاس. نتقاس انا وما يتقاش سائح اجنبي. كنطلب من السلطات باش يجي يشوفوا هاد الحوايج هادو، لانه ولا البرد هاد الايام وهاد الشيء هذا راه تيميل. هاد البولات هادو راه ماشي نورمال. عندك الحجر الفوقاني راه كنطاح، وبالشهاده ديال الناس غتسولوا الناس، وكانت غتضربني حجره، وكانت غتضرب واحد الراجل، وماشي حجره صغيره يعني حجره كبيره. لهذا خص واحد التدخل عاجل، لان هاد البلاصه هادي راه حساسه بزاف، وماشي غير الحجره، كاينين حتى القوادس اللي تيعكلوا بنادم، وكاينه واحد الحفره حتى هي تيتعكلوا فيها لي توريست، راه هي تيتعكلوا فيها لي توريست. يعني هاد الحوايج راهم بساط، ماشي شي حاجه اللي كثيره. الله يجازيكم بالخير، ودخلوا في الامر وصلحوا بلادنا، وبلادنا بغينا تصلح. حنا مقبلين على التظاهره ديال الكاس افريقيا، وبلادنا غتشهد واحد الاحتفال ان شاء الله. يعني خصنا حنا نحظيو مع هذا الشيء هذا اللي بسيط، باش ما يسببناش عراقيل البلاد ديالنا، وما يسببناش مشاكل. وهذا الشيء هذا راه تيبان لينا بسيط، ماشي شي حاجه اللي كثيره ولا شي حاجه. يعني خص المسؤولين يتحركوا على هذا الشيء هذا، باش ان شاء الله تدوز التظاهره ديال كاس افريقيا مزيانه ان شاء الله، وكاس العالم. اخويا هذا الشيء كيكون خطر على العموم، كيكون خطر على الساكنه، وكيكون خطر على الرجالين، وبنادم اللي كيكون غادي يديز كطيح عليه شي حجره الراس كيقولوا لك راه توفى. هادشي اخويا خاص البني ديال دابا راه كما كتشوف راه خاصو يتعاود، راك عارف داك البني القديم، بنادم ما كيديرش اصلاحات، كيكون هادي شي واحد في الطريق كطيح عليه شي حجره، ولا كطيح عليه شي بالا، ولا كطيح عليه شي لعيبه. خاص بنادم يدير الاحتياطات ديالو. راه ولينا كنشوفوا هاد الافات بزاف، كيكون بنادم ما غادي في الشارع كطيح عليه، كتكون شي دار محفره وقديمه ما فهمتيني، خاصها تعاود في الاصلاح، كيدوز بنادم تكطيح عليه، وهذا الشيء اللي كاين. راه غاديين فين ان شاء الله، راه تراك عارف كاين كاس افريقيا، وجي موراك جي كواحد التظاهره اللي كبيره ليا كاس العالم، راك عارف العالم كامل غيجي عندك البلاد، راه خاص هذا الشيء يتعاود فيه النظر ويتم الاصلاح ديالو في اسرع وقت، باش ما يشكلش على الساكنه وعلى الراجلين يولي بنادم ديزو طايح عليه، ولي يجي عندك بنادم من خارج البلد طايح عليه، راه تولي كارثه.